On behalf of the Assembly, I wish to thank, and on behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Highness Sheikh Tamim. وسوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر من هذا العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم. لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ 12 عاما تصميما وعزما حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد. وها نحن اليوم نقف على اعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها ونفتح أبوابنا لهم جميعا دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في بلادي. في هذه البطولة التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي.